في إحساس كبير لما أقود سيارة الرالي. هذا من صقر، وأنا حلمي أني أكون يوم من الأيام بطل عالم. اسمي ناصر العطية، أنا سائق راليات وأسوق لي قطر. أول قيادة السيارة مع الوالد، مع أبي، تقريباً كان عمري 10 سنوات. طبعاً هذا كان حلمي من صغر، أني أفوز برالي دكار وتحقق الحلم. ومن بعدها جات الانتصارات، بطل رالي دكار 5 مرات، بطل العالم 5 مرات، بطل الشرق الأوسط 18 مرة. فوزنا بآخر جولة هنا في قطر بالمركز الأول. قطر جدا جميلة، يعني حنا محظوظين اليوم، عندنا البحر، عندنا الصحراء، عندنا الكل جاي يحب انه ينبسط في التضاريس الصحراوية في قطر. في علاقة كبيرة بيني وبين الصحراء، علاقتي بيني وبين الصقر، لأن الصقر هو أسرع طير بالعالم، وألهمتني سرعة الصقر. واليوم أصبحنا صار جزء مني، يعني من حياتي يسرع. الإنسان يبقي يكون في القمة أو يبقي يكون دائماً في تحديات، أكيد أحب التحدي، أحب التشالنج، ودائماً ما أحب الخسارة، أحب أن أكون المركز الأول.